وأحب الناس وبلادي وإن قلت الكلمة وفي وأكون حاضر في معادي خلاني أسامح دايما وأصالح بين أصحابي وإن كنت حزينة بسم للي خبط على بابي خلاني شياكة ناقة في حديثي أدب ولباقة بين الإسلام وحياتنا في أسمى وأغلى علاقة وبصوت الحق اتكلم يا ربي صلي وسلم على نبينا المعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من المعلوم إننا كمسلمين بنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى نجى المسيح عليه السلام من الصلب وأنقذه من اليهود ورفعه إلى السماء حيا، والنصارى يؤمنون بأنه صلب ومات، وبيعتبروا موضوع الصلب ده مهم جدا بالنسبة لهم. هو أهمية الموضوع لأنه المسيحية قلبها هو الصليب، فإذا نزعت الصليب نزعت قلب وروح الإيمان المسيحي. فبدون الصليب ما فيش غفران، بدون الصليب ما فيش ضمان لحياة أبدية، بدون الصليب ما فيش علاقة مع الله، بدون الصليب ما فيش الإيمان المسيحي ككل. وعلشان كده بيؤمنوا إن المسيح اتصلب، وبيستدلوا على الاعتقاد ده بالكتاب المقدس. أنا إيماني إن المسيح 100% صلب، وعندي أدلة كتيرة على كده. الأدلة الكتابية، الكتاب المقدس بيقول إن المسيح صلب، كل النبوات في العهد القديم بتقول إن المسيح صلب، الشهود تلاميذه والعهد الجديد بيقولوا إنه المسيح صلب. لكن الحقيقة إن كتابهم المقدس اللي بيؤمنوا بيه هو نفسه اللي بيصرح بإن المسيح نجا من الصلب. وتعالوا نفتش الكتب ونسمع لقول المسيح عليه السلام في إنجيل لوقا إصحاح 24 عدد 44، أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. وسفر المزامير هو أحد أسفار التوراة اللي بيؤمن بها اليهود وبيؤمن بها المسيحيين أيضا. ولو فتشنا عن اللي اتكتب بخصوص سفر المزامير هنلاقي علماء المسيحية أجمعوا على أنه نبوءة عن المسيح عليه السلام. فالقمص سرجيوس في كتابه هل تنبأت التوراة عن المسيح بيقول في صفحته 28، في سفر التكوين كان فجر النبوة، وفي الأسفار التالية كان تدرجها في الارتفاع حتى تكبدت السماء في سفر المزامير، وظهر المسيح فيه واضحا جليا في كمال مجده، كأنه الإنجيل يتكلم عن يسوع في كل مناحي حياته وأعماله وأقواله وتعليمه وظروفه وأحواله. أما سفر المزامير فكان كالهالة أحاطت بكوكب يسوع، فتكلم عن إحساساته العميقة وآلامه المبرحة، ناهيك عن صفاته وألقابه أكثر من أي نبي آخر. ويمكننا القول إن سفر المزامير هو سفر مسيح الخاص، بدليل إن الاقتباسات التي اقتبسها كتبت العهد الجديد من سفر المزامير هذا قد بلغت إلى نصف الاقتباسات المأخوذة من العهد القديم كله. والقس داود لمي بيأكد إن سفر المزامير هو أغنى سفر بيتكلم عن يسوع المسيح. سفر المزامير هو أغنى سفر بالكلام عن ربنا يسوع، أغنى سفر بالنبوات. وسفر المزامير هو أكتر سفر كانوا اليهود حافظينه ومذكرينه، وعشان كده كان يسهل أن يكتشفوا أن المسيح هو ربنا يسوع المسيح الذي انطبقت فيه عشرات النبوات اللي جاية في سفر المزامير. ولكن لما رجعنا للمزامير لقيناها بتتكلم عن نجاة المسيح من الصلب، وسوف يتم عرض بعض النبوءات اللي أثبتت نجاة المسيح من الصلب. ونبدأ بنبوءة بالكتاب المقدس تثبت أن الله سبحانه وتعالى أنقذ المسيح من الصلب.
فالعهد الجديد وتحديدا إنجيل متى بيقول لنا إن فيه لقاء تم بين يسوع والشيطان. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إليك. هنا الشيطان اختبر يسوع بتحدي شيطاني وقال له إن في نبوءة في الكتاب المقدس عنك قالت إن الملائكة هتحميك، فاثبت صحة الكلام ده وارمي نفسك من ارتفاع كبير. لكن المفاجأة إن الرب قال له إنه مكتوب أيضا، وده تأكيد على إن النبوءة هي بالفعل. وتعالوا نلقي نظرة على النبوءة المطبقة على يسوع، وهي نبوءة مقتبسة من سفر المزامير 91 بالعهد القديم: لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك، لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك، لأنه تعلق بي أنجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. وبكده يتضح ان النبوءة في المزمور 91 بتقول ان يسوع مش هيتعرض لأذى، وان الملائكة هتحرسه، وان الله هينقذه. من الواضح ان اي ادعاءات عن المسيح المصلوب تتعارض تماما مع النبوءة دي. واذا كان الله كتب بحفظ ملائكته للمسيح حتى ولو من حجر ان يصدم رجله، فازاي يتخلى عنه ليضرب ويجلد ويهان شر إهانة ويصلب ويموت على الصليب؟ إذن المزمور 91 هو نبوءة واضحة وضوح الشمس في استجابة الله للمسيح ورفعه للسماء على يد الملائكة قبل أن يصاب بأدنى شر. فلم يضرب ولم يبصق في وجهه ولم يصلب ولم يمت عليه صلوات الله وسلامه. أما المزمور السابع واللي بيقولوا عليه إنه من المزامير المسياوية اللي كانت بتتنبأ عن المسيح عليه السلام، لذلك يقول القمص تدرس يعقوب في تفسيره للمزمور السابع: يعلق القديس جيروم على هذه الفقرات التي فيها يطلب داود النبي أن يحكم الله كحق المرتل ومثل كماله، قائلا: لا يقدر داود أن يذكر هذه الكلمات عن نفسه، إنما هي بالحقيقة تخص المخلص الكامل الذي لم يخطئ قط، إنها بالحق كلمات السيد المسيح ابن داود القائم من الأموات والصاعد إلى العلاء لأجلنا. يا رب إلهي عليك توكلت، خلصني من كل الذين يطردونني ونجني، لئلا يفترس كأسد نفسي هاشما إياها ولا منقذ. يا رب إلهي إن كنت قد فعلت هذا، إن وجد ظلم في يدي، إن كفأت مسالمي شرا وسلبت مضايقي بلا سبب، فليطارد عدو نفسي وليدركها وليدس إلى الأرض حياتي وليحط إلى التراب مجدي. قم يا رب بغضبك، ارتفع على سخطي مضايقي وانتبه لي، بالحق أوصيت ومجمع القبائل يحيط بك فعد فوقها إلى العلا. الرب يدين الشعوب، اقضي لي يا رب كحقي ومثل كمال الذي في، لينتهي شر الأشرار وثبت الصديق، فإن فاحص القلوب والكلى الله البار، ترسي عند الله مخلص مستقيم القلوب. الله قاض عادل وإله يسخط في كل يوم،
إن لم يرجع يحدد سيفه، مد قوسه وهيأها، وسدد نحوه آلة الموت، يجعل سهامه ملتهبة. هو ذا ينخض بالإثم، حمل تعبا وولد كذبا، كرى جبا حفره فسقط في الهوة التي صنع، يرجع تعبه على رأسه وعلى هامته يهبط ظلمه. أحمد الرب حسب بره وأرنم لاسم الرب العلي. والربط واضح بين دعاء المزمور المستقبلي: يا رب إلهي عليك توكلت، خلصني من كل الذين يطردونني ونجني، وبين دعاء المسيح ليلة القبض عليه. والنص ده موجود في رسالة بولس إلى العبرانيين إصحاح 5:7: الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقواه. وده اللي عمله المسيح، بأنه لجأ إلى الله القادر أن يخلصه من الموت. لما بكى إلى الله لحد ما دموعه كانت كقطرات دم نازل. والنص ده موجود في إنجيل لوقا إصحاح 22:44: وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. ثم يطلب الداعي من الله عونا أن يرفعه إلى فوق في لحظة ضيقه، فعود فوقها إلى العلا، ويشير إلى حصول ذلك في لحظة الإحاطة به، ومجمع القبائل يحيط بك، فعود فوقها إلى العلا. ثم يذكر المزمور بأن الله قاض عادل، فهل من العدل أن يصلب المسيح أم يهوذا؟ ثم يدعو أن يثبت الصديق، وأن ينتهي شر الأشرار، ويؤكد لجوءه إلى الله مخلص القلوب المستقيمة. ثم يتحدث المزمور عن خيانة يهوذا: وقد جاء مد قوسه وهيأها وسدد نحوه آلة الموت، يقصد بها القبلة، ويجعل سهامه ملتهبة. ولكن حصل أمر عظيم، لقد انقلب السحر على الساحر. هو ذا ينخض بالإثم، حمل تعبا وولد كذبا، قرى جبا حفره فسقط في الهوة التي صنع، بمعنى من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. يرجع تعبه على رأسه وعلى هامته يهبط ظلمه. لقد ذاق يهوذا ما كان حفره لسيده المسيح، ونجى المسيح من مجمع القبائل إلى العلا. ثم ينتهي المزمور بحمد الله على هذه العاقبة: أحمد الرب حسب بره وأرنم لاسم الرب العلي. وبالتالي بيقدم المزمور ده صورة واضحة للي حصل في اليوم ده، بأنه نجى نبيه المسيح عليه السلام وأهلك يهوذا الخائن. أما المزمور 20 باعتراف أباء الكنيسة هو نبوءة عن المسيح عليه السلام. ففي تفسير الكتاب المقدس الموسوعة الكنسية لتفسير العهد القديم كنيسة ماري مرقس بمصر الجديدة، تفسير سفر المزامير، تقول: هذا المزمور نبوءة عن المسيح الذي خرج وانتصر على الشيطان، ليس فقط في التجربة على الجبل، بل بالأحرى على الصليب حين قيده بموته. ليستجب لك الرب في يوم الضيق، ليرفعك اسمه إله يعقوب، ليرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون ليعضدك، ليذكر كل تقدماتك ويستسمن محرقاتك، ليعطيك حسب قلبك ويتمم كل رأيك. نترنم بخلاصك وباسم إلهنا نرفع رايتك، ليكمل الرب كل سبلك. الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحي، مخلص مسيحي، مخلص مسيحي، يستجيبه من سماء قدسه، يستجيبه من سماء قدسه، يستجيبه من سماء قدسه بجبروت خلاص يمينه. هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل، أما نحن فاسم الرب إلهنا نذكر. هم جثوا وسقطوا، أما نحن فقمنا وانتصبنا. يا رب خلص،
ليستجب لنا الملك في يوم دعائنا. وبنظرة فاحصة نلاقي ان المزمور ده بيتكلم عن نجاة المسيح، لان صاحب المزمور بيبتهل ويطلب النجاة له في يوم الضيق. مفيش يوم مر على المسيح اضيق من اليوم اللي دعا فيه ربه انه يصرف هذا الكأس، كما ورد في انجيل متى 26-39: ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا: يا ابتاه، ان امكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما اريد انا بل كما تريد انت. وقال ايضا في انجيل يوحنا اصحاح 12-27: الان نفسي قد اضطربت، وماذا اقول؟ ايها الاب نجني من هذه الساعه. ويذكر النص ده إجابة دعائه وإعطائه سؤله وكل مراده: ليعطيك حسب قلبك ويتمم كل رأيك، ليكمل الرب كل سؤلك. وينص المزمور على اسم المسيح وإنه يخلصه من الموت في فقرة ظاهرة لا تخفى حتى على الأعمى. الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه يستجيبه من سماء قدسه بجبروت خلاص. فالنص يذكر المسيح بالاسم ويتحدث عن خلاصه، ان الله رفعه، انه ارسل له ملائكة يحفظونه، ليرفعك اسم اله يعقوب، ليرسل لك عونا من قدسه. فاستجاب له الله بظهور ملاك من السماء ليقويه ويطمنه، كما ورد في انجيل لوقا اصحاح 22-43: وظهر له ملاك من السماء يقويه. أنا نفسي أي واحد عنده عقل وبيفكر يسأل نفسه: يا ترى إيه هو نوع التقوية والتطمين اللي نزل بيها ملاك الرب من السماء للمسيح لما دعا ربه؟ هل هو أخبره بأنه هيتقبض عليه من أعدائه ومحاكمته بشهود زور والاستهزاء بيه وجلده وضربه على وشه والبصق عليه ووضع كليل من الشوك على راسه وتعليقه على الصليب مع اللصوص والمجرمين وموته ودفنه؟ أم إن الملاك ملاك الرب جه علشان يبشره باستجابة الله لدعائه وصلاته، وإنه هيعبر عنه ويجيز هذا الكأس والساعة وتعبر لغيره اللي يستحقها؟ ويبتهج المزمور لهذه النهاية السعيدة: نترنم بخلاصك وباسم إلهنا نرفع رايتنا. ويتحدث المزمور أيضا عن اللحظة العظيمة، لحظة الخلاص اللي نجا فيها المسيح: هم جسوا وسقطوا، أما نحن فقمنا وانتصبنا. فهو يتحدث عن لحظة وقوع الجند في إنجيل يوحنا إصحاح 18-6: فلما قال لهم إني أنا هو، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. فالمسيح صلى ودعا لله في يوم الضيق، واستجاب له إله يعقوب، وأرسل له العون السماوي من رب العالمين. ولما جه العون ده جاسوا وسقطوا. فإزاي سقطوا وهم بالمركبات والخيول؟ والأمر ده بيفسر لنا سبب رجوع الجنود للخلف وسقوطهم، إنه تم إلقاء الشبه على يهوذا الخائن في اللحظة دي، وده اللي أرعبهم وخلاهم يرجعوا للخلف من الخوف. ولما قاموا لقيوا شبيه المسيح فمسكوه وقبضوا عليه وراحوا بيه لمجمعهم. وتاني يوم كانوا مستغربين منه وسألوه: إن كنت أنت المسيح فقل لنا. إذن فالذي حدث إن الله استجاب للمسيح وانقذه برفعه وألقى الشبه على يهوذا ليصلب مكانه. فدلالة هذا المزمور على نجاة المسيح من الصلب أوضح من الشمس في رابعة النهار. أما المزمور الـ 22 فيؤكد القمص أنطونيوس فكري في تفسيره سفر المزامير 22 أنه بيتكلم عن صلب المسيح. فبيقول في شرح الكتاب المقدس العهد القديم: هذا المزمور من أشهر المزامير التي تكلمت بوضوح عن آلام وصلب السيد المسيح. والسيد استخدم افتتاحية المزمور وهو على الصليب ليشير أنه هو المقصود بكلمات المزمور. لذلك فحين قال السيد المسيح على الصليب: إلهي إلهي لماذا تركتني، تذكر الواقفون حول الصليب كل كلمات المزمور، فرأوا أمامهم صورة ناطقة حية وتحقيقا لنبوات المزمور. والعهد الجديد اقتبس من هذا المزمور 13 مرة، منها 9 مرات في قصة الآلام وحدها، وقد اتخذ منه تلاميذ المسيح مادة للكرازة بصلب المسيح وموته وقيامته. إلهي إلهي لماذا تركتني، بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري.
إلهي فالنهار أدعو فلا تستجيب، فالنهار أدعو فلا تستجيب، فالنهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدو لي. وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل، عليك اتكل آباؤنا، اتكلوا فنجيتهم، إليك صرخوا فنجوا، عليك اتكلوا فلم يخزن. أما أنا فدودة لا إنسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب، كل الذين يرونني يستهزئون بي، يفغرون الشفاه وينغضون الرأس قائلين اتكل على الرب فلينجه، لينقذه لأنه سر به. لأنك أنت جذبتني من البطن، جعلتني مطمئنا على ثديي أمي، عليك ألقيت من الرحم، من بطن أمي أنت إلهي. لا تتباعد عني لأن الضيق قريب، لأنه لا معين. أحاطت بي ثيران كثيرة، أقوياء باشان اكتنفتني، فغروا علي أفواههم كأسد مفترس مزمجر، كالماء انسكبت انفصلت كل عظامي، صار قلبي كالشمع قد ذاب في وسط أمعائي، يبست مثل شقفة قوتي، ولصق لساني بحنكي، وإلى تراب الموت تضعني. لأنه قد أحاطت بي كلاب، جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي، أحصي كل عظامي، وهم ينظرون ويتفرسون في، يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. يعتبر هذا المزمور من أكثر المزامير التي نقل عنها كتبة الإنجيل، وهو الدليل المسيحي المفضل حول معاناة المسيح المزعوم على الصليب كنبوءة في العهد القديم. فكاتب إنجيل متى يقول: ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها، لكي يتم ما قيل بالنبي: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. وأيضا كاتب إنجيل يوحنا: فقال بعضهم لبعض: لا نشق بل نقترع عليه لمن يكون، ليتم الكتاب القائل: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. هذا فعله العسكر. وكمان الرواية اللي في المزمور توافق رواية الصلب في صراخ المصلوب، لما قال في إنجيل متى: ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إلي إلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. وكمان إنجيل مرقس: وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إلوي إلوي لما شبقتني، الذي تفسيره: إلهي إلهي لماذا تركتني. ويوافق نص المزمور ما جاء في الأناجيل في توضيح حال المصلوب. ففي متى إصحاح 27 العدد 39 ل 43 يقول: وكان المكتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين: يا ناقد الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام، خلص نفسك، إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب. وكذلك رؤساء الكهنة أيضا وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا: خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها، إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. والكلام ده يشبه اللي جه في المزمور واللي بيقول: ومحتقر الشعب، كل الذين يرونني يستهزئون بي، يفغرون الشفاه وينغضون الرأس قائلين اتكل على الرب فلينجه. والحقيقة ان المزمور ده نبوة عن المصلوب، بس مش سيدنا المسيح عليه السلام، ولكن يهوذا الخائن اللي كان بيصرخ ويقول: إلهي إلهي لماذا تركتني. فالمصلوب اللي بيصر المسيحيين على إنه الله وهو المسيح بيقول: إلهي إلهي، يعني ليه إله ولا إله إلا الله.
فاللي يقول كده ما ينفعش يكون جاي علشان ينفذ خطة الله الأزلية للكفارة والفداء من نفسه، وبعد كده يتهم الله بتركه وتخليه عنه كده بسهولة. فالمصلوب هنا يدعو فلا يستجاب له. إلهي، في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدوء لي. ولكن المسيح حسب الأناجيل كان دائما يدعو الله، والله يستجيب له دائما ويسمع له ويحقق له ما يريده. وهذا ما قاله المسيح بصريح العبارة في إنجيل يوحنا إصحاح 11 العدد 41-42. فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا، ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال: أيها الآب، أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي، ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني. فالمسيح دعا الله قبل الصلب أن ينقذه وينجيه، والدليل في رسالة بولس إلى العبرانيين إصحاح 5 عدد 7: الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقواه. فالنص ده واضح وضوح الشمس إن المسيح تضرع ودعا الله أن يخلصه من الموت، والنتيجة إن الله سمع له من أجل تقواه وخلصه ونجاه من الموت. فإزاي بعد كده تقوله إن اتصلب ومات؟ عليك اتكل آباؤنا، اتكلوا فنجيتهم، إليك صرخوا فنجوا، عليك اتكلوا فلم يخزوا، أما أنا فدودة لا إنسان. ويصف المزمور المصلوب بأنه دودة لا إنسان، عار عند البشر، محتقر الشعب. فكل الصفات دي بتنطبق على يهوذا، لأن خسته وندلته خلته زي الدودة وأصبح عار على كل البشر، لأنه خاين، والخيانة خسة وعار عند كل الناس ويحتقر الشعب، ولا يستجيب الله لدعائه ولا يقبل بأي حال من الأحوال وصف المسيح بالدودة. ثم ازاي يوصف المسيح بالعار وهو مجد وفخر للبشر؟ لان البشرية تفتخر بهذا النبي العظيم اللي ربنا اصطفاه برسالته ووحيه. وازاي المسيح يكون عار وهو اللي قال عليه بولس في غلاطيا الاصحاح 6 عدد 14: واما من جهتي فحاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح. فليه بولس افتخر به طالما هو كان عار؟ والمسيح تنبأ في إنجيل يوحنا أنه لما ربنا سبحانه وتعالى يرفعه للسماء هيطلبوه علشان يقتلوه، مش هيقدروا يوصلوا له. والكلام ده موجود في إنجيل يوحنا إصحاح 7 عدد 33: فقال لهم يسوع: أنا معكم زمانا يسيرا بعد، ثم أمضي إلى الذي أرسلني، ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. هنا المسيح بيتنبئ انهم عايزين يقتلوه لكن مش هيلاقوه، لانه هيروح لربه اللي ارسله، والمكان ده مش هيقدروا يوصلوا له لانه هيكون في السماء. فاذا كان طلبوه وقتلوه فده تكذيب لكلام المسيح. والدليل الاخير اللي معانا بيكون استشهاد بنصوص في سفر المزامير اصحاح 18، واللي بيقول: ارسل من العلا فاخذني، نشلني من مياه كثيرة، أنقذني من عدو القوي ومن مبغضي لأنهم أقوى مني، أصابوني في يوم بليتي وكان الرب سندي، أخرجني إلى الرحب، خلصني لأنه سر بي. هذه الأدلة القاطعة من الكتاب المقدس تؤكد بأن الله استجاب للمسيح ونجاه من الصلب وأنقذه من اليهود ورفعه إلى السماء، كما قال تعالى في القرآن الكريم: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فرسلتي إلى الأصدقاء النصارى: ارجعوا للحق اللي جيبه المسيح، فهو طريق الخلاص الحقيقي.
وفي نهاية الحلقة أسأل الله العلي القدير أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، ويجعل عملنا هذا وكل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.